المولد الحادي عشر أقول صلاح الدين يحاصر حلب من جديد قال ابن الاثير في الكامل الجزء التاسع أربعمائة وثمانية عشر يقول ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة و500 571 ذكر تحت عنوان ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها يقول لما ملك صلاح الدين قلعة اعزاز رحل إلى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر وقد قام العامة في حفظ البلد القيام المرضي بحيث إنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد لانه كان إذا تقدم للقتال خسر هو وأصحابه وكثرت جراح فيهم والقتل وكانوا يخرجون. يخرج وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر البلد فترك القتال وأخلد للمطاولة وانقضت سنة أحدى وسبعين ودخلت سنة اثنتين وسبعين وهو محاصر لها ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرم أي بداية سنة 72 وسبعين يقول ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرم فوقعت الاجابه اليه من الجانبين لان اهل حلب خافوا من طول الحصار فانهم ربما ضعفوا وصلاح الدين راى انه لا يقدر على الدنو من البلد ولا على قتال من به فاجاب ايضا وتقررت القاعده في الصلح للجميع للملك الصالح ولسيف الدين صاحب الموصل ولصاحب الحصن ولصاحب ماردين وتحالفوا واستقرت القاعدة أن يكونوا كلهم على الناكث وال على الناكث الغادر فلما انفصل الأمر وتم الصلح رحل صلاح الدين عن حلب المورد الثاني عشر اقول بالرغم من انه كان عازما على دخول بلد الفرنج ونهبه والاغاره عليه لكن صلاح الدين فجاه يستجيب لطلب الفرنج الهدنه والصلح فيصالحهم وهم الفرنج العدو الاقرب ويجهز حملته العسكريه ويوجهها ضد المسلمين بين قوسين الاخوه الاعداء ضد الملك سيف الدين زنكي ففي الكامل الجزء التاسع في صفحه 422 قال ابن الاثير ثم دخلت سنه 71 و يقول تحت عنوان ذكر عده حوادث يقول وفي هذه السنه في المحرم برز صلاح الدين من دمشق وقد عظم شانه بما ملكه من بلاد الشام و بكسره عسكر الموصل فخافه الفرنج وغيرهم وعزم على دخول بلدهم ونهبه والاغاره عليه فارسلوا اليه يطلبون الهدنه فارسلوا اليه يطلبون الهدنه معه فاجابهم اليها وصالحهم فامر العساكر المصريه بالعوده الى مصر والاستراحه الى ان يعاود طلبهم وشرط عليهم أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأخرون فساروا إليها وأقاموا بها إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما نذكره إذا خافه الفرنج وعزم على دخول بلدهم ونهب بلدهم والإغارة عليهم أرسلوا إليه يطلبون الهدنة وافق على نحو السرعة وجهز العساكر لقتال الاخوه المسلمين السنه الزنكيين